فازت الفنانة المغربية جنات بلقب أفضل مطربة عربية لعام 2020، وذلك في الاستفتاء الخاص لمجلة وشوشة. أعلنت عن هذا الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع الإنستغرام، وذلك من خلال نشر صورة لنتيجة هذا الاستفتاء أرفقته بتعليق جاء فيه: شكراً جمهوري الغالي على دعمكم المستمر، شكراً مؤسسة وشوشة على الاستفتاء النزيه. ويذكر أنه قد سبق للفنانة المغربية جنات مهيد أن انتزعت نفس لقب أفضل مطربة عربية خلال نفس الاستفتاء، وذلك قبل 4 سنوات. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو وفعل جرس. شكراً.